تكذبي باسم الدين انت بتخافي الله؟ جريده دي انت ما بتموتي وقاعده الجريده. كتبت وقد ايقنت يوم كتابتي بان يدي تفنى ويبقى كتابها، فان عملت خيرا ستجزى بمثله وان عملت شرا علي حسابها. انت بتكتبي ساي وتقعي في دار البدي اسمها اسماء جمعه في جريده التيار، اسماء جمعه. بعدين الايام دي طبعا الجرايد شغاله هجوم، ونحن متكيفين انه الدعوه دي وصلتهم، وحد الجرايد بيقول شنو؟ يتكلموا هجوم بالكذب. قضيه انتهت والقاضي ذاته شكر فيها الشيخ مزمل، والله الذي لا اله غيره، قالوا اعتقلوا عملوا له وكذب. ما في اعتقال، هذا قاعد، هذا بيجي قاعد، ما فيش اعتقال بتاع شنو؟ قضاة ناس ما شاء الله محترمين واشتغلوا في قاضي. تعرف من القضاة ديل قال لهم الالفاظ دي موجوده، وانا قريت في بعض التفاسير لقيتها بتاع الجرح وتعديل وكذا. لما اخواننا ذاته تكيفوا في بعض القضايا. طيب البدي ما عندها موضوع اسمها اسماء جمعه، ومن هذا التحذير ثاني ما بتشرب معاه جبن، دي بتكذابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والكذب، وفي لفظ قال إن الكذب في صحيح البخاري ومسلم يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نازل ما بخافوا من الكلام ده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما بخافوا من الله سبحانه وتعالى. بعدين قالت يوم الأحد ضجت الأسافير بخبر مفاده أن الشرطة ألقت القبض على الداعية المثير للجدل مزمل الفقيري. دي أول كذبة، ولا قبضة ولا أي شيء وقاعد. طيب قالت بتهمة الردة، وده كلام غريب. النزل بيجوا زي الموتر الماشي وبعدين خشطين داس فرامل، ما قادرين يمشي بيجاي وبيجاي، مرة يقولوا مضطرفين بيجاي الموتر، تاني قاع بيجاي يقولوا مرتدين، جمعوا النقيضين، مرة يقولوا انتم مشددين، مرة مضطرفين وكذب. ونحن بنرد على الدواعش والمشددين والمضطرفين، ومرة يقولوا رد عديل طلعوه مرتد، عليك الله شوف البدي ما بتخجل لي وكذب. يا ريته لو صدق قال بالردة، قال يا ناس ردة عديل، زول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا. مشت قالت وليس هو البلاغ الأول الذي يدوم ضد مزمل لأسباب تتعلق بآرائه. إذ ما آراء شيخ مزمل؟ دي دعوة يا شيخ نجات من السماء يا بتنا، ونحن ندعوك إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تخلي الجريدة دي لأنها عانتك على الكذب واللف والدوران، وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، تخلي النمص وتغطي شعرك ده يا اسماء جمعه. وين الفتنه؟ الفتنه لما يقولوا نادوا الله سبحانه وتعالى. انا داير اعرف فتنه واحده ده على الرجل ده واخوانه، زول قال نادوا الله ما تنادوا الشيوخ، دي فتنه؟ ولا الزول اللي بيقول نادوا الشيوخ، زول قال اتبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام وابعدوا من البدع، دي فتنة؟ ودي بتثير استياء الكثيرين. قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والله دي مش ما في استياء، بل في فرح من أهل الخير. أوش الحكومة بالنسبة للرجل ده عشان ما دارت تثير الآراء ضد الدعوة دي؟ البدي ناقصة العقل والدين، والله الذي لا إله غيره، اسمها أسماء كذابة. الكذابة ما بجوز القعدة مع الكذابات وهم بكذبا، ما بجوز كذابة وتكذب في الملأ كمان. دي بتجيب سايد إجابة الفرح الدعوة دي. قبل يومين ولا ثلاثة بالليل اتصل بي واحد رقمه فيه ثلاثة واحد، قلت ده شنو الرقم؟ فتحت قال لي معاك أخوك اسمه بلال، تكلم باللغة العربية أنا بجيبها لك بالداري. قال لي من ايطاليا، والذي رفع السماء اشتغلوا ايطاليا، الشغله دي مشت كذب. قال لي اخوك من ايطاليا،
في شباب كنا نحن مشوشين منكم، قال لي لما سألنا الشيخ سليمان الرحيلي ده في المدينة، ده بيسوي إساءة ولا فرح للناس؟ شوف البيت دي عليك الله دارت تسوي مشاكل وبلبلة في البلد، والحكومة قالها نايمة ما شايف الشغلة دي، متكيفين. أسي في واحد رغيب قاعد هنا ده أسي قاعد أسي تونس معاي بيجاي وهذا قاعد، وحكومة متكيفين ومحكومون برضو متكيفين جدا، لاقونا في الشارع وقفونا بتاع المرور اتفضل اوه فقيري، ويوم ذاك اوه عوض شهاب وده فقيري تفضلوا تفضلوا، ما قطعونا اي ورقه، ديلي مساءله متكيفين السيدي، والله الذي لا اله غيره متكيفين جدا يا اخي. الزول مين طالق؟ قال لي سالنا الشيخ سليمان الرحيلي قال ديل على الحق الشباب ديل، والذي رفع السماء مزمل فلان وفلان، قال لي مما قال على الحق بقينا بنسمع عليكم وجزاكم الله خير والله يتقبل. ناس دي متكيفة، انت ما جايب خبر ساي، متكيفين جدا. في بنات نساوين متكيفات، لكن انت زعلانة لانك مرضانة، ان شاء الله تلاقي المتكيفات دي اللي يقنعوك تستقيمي ان شاء الله، وتتوفر فيك واحد من الامور الاربعة ان شاء الله. بنشوف لك وما معروف اللي بيحصل، نشوف واحد من اخواننا ملكلكنا بعدين نشوف اللي بيحصل. فالمهم البدي قالت سوت اساءة، زول اسمع مع عبد الله قال لي والذي رفع السماء، ما كنا بنعرفكم. واحد قال بعد في السعوديه بعد انتهت الخطبه مسك الميكروفون قال بدل تضيعوا زمنكم، قال لي في السعوديه بدل تضيعوا زمنكم خطيب قال امشوا اسمعوا لفلان وفلان، وسمى لي اخوان باسمائهم فلان وفلان، تلقون في اليوتيوب اسمعوا لهم. ده سوي اساءة ولا متكيفين؟ المجتمع ده متكيف لانه مجتمع فيه خير، كان خيتو ناس التيار وخيتو كنتو يا اسماء جمعه الله يهديك، والله الذي لا اله غيره اخرتها بنات بقى يكذبا وتكذب في الملا كمان، وكدار لك عمود يا اخي وقريشات تكذبي باسم الدين، انت ما تخافي الله، جريده دي انت ما بتموتي وقاعده الجريده، كتبت وقد ايقنت يوم كتابتي بان يدي تفنى ويبقى كتابها، فان عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها. انت بتكتب ساي وتقعي في ده، انت الصوفية وكتب ده عارفين ما قريت الشرك والدعوة إلى الباطل؟ ليه ما حاربت المتصوفة؟ ليه وكنت تحاربي زول زي ده يدعو إلى التوحيد والسنة، تقول سوى استياء للكثيرين، والله الكثيرون متكيفون جدا، الكثيرون متكيفين جدا، هذا كذي مبتدا وخبر، شد حيل متكيفون جدا بطريقتك اللي اتي بالواو، معليش يا العريس طول بالك. طيب وكلنا يعلم هذه الايام عن الجدل الكثيف الذي يدور عن التطرف والانحراف الفكري والرده. يا ناس دي كلها تلموها في زول يدعو للتوحيد والسنه ويسوي محاضره عن داعش في قاعه الصداقه ويحارب التكفيريين والسرورية، أسي دي لو جابوا لها سروري بتقعد معاه؟ دي ذات أسماء جمعة دي، التيار كله لو جابوا له سروري بيقدر يناقشوا ولا يتصلوا تعالى يا مزمل ناقش الناس. طيب لكن نازل غلبتهم الشغلة وفي النهاية ما لقوا مواضيع وبيكذبوا، اتهام بالردة ده سؤال أمام الله يوم القيامة، واتهام بالتطرف وآراء مثيرة وآراء جات من مزمل، ما من مزمل ولا دي دعوة مزمل ولا دعوة فلان آداب ولا شهاب ولا غيره من أخواننا الأفاضل نحسبهم والله حسيبهم، وإنما هي دعوة جاءت من السماء، دعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهي دعوة تدعو الناس إلى الخير وتحارب الشر وتحارب التكفير بغير وجه حق وتحارب التطرف وتحارب الردة وعن دين الله سبحانه وتعالى، وندافع عن الأحكام الشرعية ونبينها، وفيها الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته، والكلام ده موجود ومسجل وكل أشياء موجودة، نكتفي بهذا القدر. لكن والله للأسف اسماء جمعة توبي إن شاء الله، توبي وأمورك بتوضح لقدام، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا. جزا الله أخانا الشيخ أحمد البدوي على ما قدم من كلمات، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنة.